السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ بقى في اللايرز. تمام، اللايرز المفهوم دوت غير مجرى الجرافيكس تماما. تمام، لأنك بدأت ترتب شغلك عن الأول. يعني باختصار كده حضرتك الصورة دلوقتي مكونة مثلا دلوقتي من باك جراوند زائد عربية مثلا. تمام، الباك جراوند فلاير في طبقة والعربية فلاير تانية. يعني عشان بس ايه نوضح للناس اكتر، دلوقتي انا عامل مثلا باك جراوند اوت لاير، تمام، ادي اللايرز، تمام، بكالة لاير من هنا، تمام، وعامل مثلا شكل مثلا العقرب دوت، ولا ما يديش العقرب اصلا، ولكن هو شكل اي شكل وخلاص في لاير تانية. تمام، فهو ده كده مفهوم اللاير بصفة عامة. جميل جدا. وكمان ممكن اخلي كل حاجة في العربية في لاير. تمام، يعني اللي هو المثال اللي احنا سائلينه دوت. جميل جدا. طيب طبعا الموضوع دوت سهل عليا جدا، وخصوصا لو حبيت اعدل على الصوره. يعني انا كده جزأت الصوره لطبقات اللايرز دوت. تمام، اللايرز ظهرت في الفوتوشوب 3، بدايه ظهورها كانت في الفوتوشوب 3، والكلام دوت هنشوفه في شابتر 10 و11 و14 ان شاء الله. جميل جدا. فهو بدأ يشرح ليك بقى فكره اللاير. يعني انت دلوقتي الصوره اللي اليوزر بيشوفها هي صوره كامله، صوره كامله. جميل جدا. لكن انت عشان عاملها فعارف ان هي مكونة من اكتر من لاير. تمام، جميل جدا. فبس لازم ناخد بالنا من حاجة اسمها اللي هي الترانسبيرنس، او الترانسبيرنس شفافية، درجة الشفافية. تمام، اللي هي ايه بقى درجة الشفافية؟ حضرتك دلوقتي مثلا بمثال بسيط جدا، حضرتك دلوقتي انت عندك 3 طبقات، 3 لايرز. تمام، 3 لايرز زي دول مثلا. جميل. فانت عامل شكل في التوب لاير، عايز الشكل دوت يظهر على الباك جراوند. تمام، ولكن الميدل لاير درجه الشفافيه بتاعتها بصفر، اللي هو مفيش شفافيه اصلا، فاذا الشكل دوت مش هيظهر على الباك جراوند. تمام، هو يعني انا بحاول اقرب بس مثال بسيط كده، ممكن ما يكونش صح قوي. تمام، ولكن دلوقتي الشكل اللي انت عايز تظهره من التوب لاير على اللو لاير، تمام، او اللي هو اقل لاير، فهتخلي في الميدل لاير الجزء اللي هو تحت التوب لاير دوت تخليه شفاف، عشان تبدأ الصورة اللي فوق في التوب لاير تظهر على الباك جراوند. تمام، جميل جدا. تمام، طيب نشوف كده مثلا يعني شكل الكلام دوت برضو. تمام، ادي الشكل دوت. حضرتك دلوقتي ايه الباك جراوند، تمام، وفي الترانسبيرنت دي، تمام، ايا كانت. تمام، وفي 3 اشكال في كل شكل فلاير. تمام، شكل السيركل والريكتانجل والشكل ده كده. تمام، فانت متخيل ان انت مقسم كل حاجه في الصوره للاير مختلفه، فانت تقدر تعدل على ده براحتك، وتقدر تعدل على ده براحتك، وهكذا. تمام، الشكل ده ممكن يوضح اكتر، يعني الصوره النهائيه اللي هم الثلاث اشكال في بعض، ولكن كل شكل منهم كان في لاير مختلفه، فانا دمجتهم مع بعض وفي الاخر بقوا ايه؟ بقوا لاير واحده. فده كده فكره اللاير بصفه عامه. دي بقى الترانسبيرنت اللي بنتكلم عليها، اللي هي درجه الشفافيه. تمام، وانا قلت مثال يعني ممكن يكون صح، وممكن ايه يعني ما يكونش قريب قوي. تمام، ولكن هو يعني قريب من الفكره دي، اللي هو انت عايز تظهر حاجه على حاجه تانية مثلا، فبتخلي درجه الشفافيه بينهم ايه متقاربه مثلا، او ايه في شفافيه بينهم. تمام، جميل جدا. ان شاء الله كده يكون فاضل لنا فيديو او 2 بكتير قوي، ونخلص السكشن دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.